عموما اذهب الى موضوع اخر سريع قبل ان اذهب الى فاصل، بعده الحديث عن الهلال والنصر او النصر والهلال. المنتخب الاولمبي اليوم طبعا لعب ربما بعيد عن الاضواء بسبب انشغال الجماهير السعوديه بمباراه الديربي. لعب اليوم اولى مبارياته المنتخب الاولمبي في دوره الخليج للمنتخبات الاولمبيه في المقامه في الدوحه. المباراه انتهت بتعادل المنتخب السعودي مع المنتخب العماني بهدف لهدف. فرصة موجود حاتم فيرود وجول جول عماني أول في أواخر شوط المباراة الأول. يأتي اللاعب رقم 19 خليفة درويش بالهدف الأول. خطأ في التمرير في المنتصف كلف المنتخب السعودي هدف المباراة الأول. هدف أول للمنتخب العماني، هدف أول للمنتخب العماني يسجل اللاعب رقم 19. هنا الكرة انقطعت في التمرير على طول، شوف شغل سريع جدا عمر طالب مر الكره، شوف قطعه الكره، التمركز سيء جدا للمدافعين، وبعد ذلك التوغل من اللاعب رقم 19 خليفه درويش لكي يسجل. شوف من اللي واقف معه، لاعب محور اللي دخل مع المهاجم هو لاعب محور محمد ابراهيم، قلبي الدفاع كلهم ابدا غير موجودين في المتابعه. المولد فهد، فاتح زبيدي، المولد ياخذ العمق مع عبد الفتاح عصيري، كره ملعوبه الان زبيدي يلعبها بالعمق كثافه، لكن كره ملعوبه الان يتابع فرصة، جول جول، الله جابها الشهري، جابها أحمد الشهري، يا سلام عليك، وصول وكثافة دفاعية عمانية، لكن أخيرا 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 مع أكثر من محاولة يصل الأخضر السعودي. الشوب أمام أولمبي عمان، شبابنا أمام أولمبي عمان، يجيب الهدف أحمد جابر الشهري لاعب نادي الاتفاق. شوف الكرة بدأت من عمل من الفهد وعبد الفتاح، لكن شوف الكرة حاول فيه محمد إبراهيم، شوف التمريرة الذكية جدا، شوف البرود والذكاء والثقة من اللاعب رقم 14، هذه احسبها احسبها لمحمد إبراهيم قبل أحمد الشهري، لاعب بوضعية محمد إبراهيم راح يشوت من أحمد الحربي الحارس الشاب، يلعب كرة عالية وحارس نادي الأهلي ومعها الصافرة. إذا مشاهدينا مشاهدي قنوات السعودية الرياضية، إذا تحياتي محلكم أحمد خالد الفيسا. هذه اولى المباريات، بالتاكيد بانتظار المباراه القادمه للمنتخب السعودي. هذه المباريات في الدوحه، المنتخب الاولمبي يلعب في هذه البطوله.